السلام مرحبا. عليكم. السلام عليكم، كنت تسمعني أستاذي؟ الماكس كان سمعك نهائيا، عاد دابا كنسمعك. إذا نعتذر، كان انقطاع في الصوت. إذا مرحبا بالأستاذ محمد بن دحة، مرحبا بجميع المتابعين الكرام. أعتقد الكل كان يقول لي الصوت، نعم الصوت الصوت. إذا شكرا. إذا نعود من جديد. إذا مرحبا بجميع المشاهدين الكرام. إذا فهذه الحلقة الأولى من برنامج أش واقع، وأيضا نشكر جميع المواقع الداعمة لهذا البرنامج، من بركان 49، من موقع أوريون 24، وكومارك، مركز الشرق للأبحاث والدراسات والرقمنة. إذا ونبدأ في الحلقة الأولى من برنامج أش واقع، ومعنا الأستاذ الفاضل الكريم السي محمد بن دحة، اللي نشكره لأنه تقبل الدعوة للحلقة الأولى من هذا البرنامج، وهو مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا أستاذي الكريم. شكرا سي محمد، وتحية ليك وتحية لكل المشاهدين الكرام اللي كيتبعونا، وكذلك المواقع والصفحات الإلكترونية اللي مدعمة البرنامج الأشواقع. وشرفنا كثير أنه نكون ضيف يعني في الحلقة الأولى. نتمنى تكون بداية موفقة لهذا البرنامج، وأشعر بسعادة خاصة وأنا معكم وإلى جانب أخي وصديقي المناضل الجزائري وليد كبير. شكرا أستاذي الكريم. إذا كما قلت، معنا ضيف عزيز علينا، المناضل والصديق كما سميته السي وليد كبير، اللي تشرفنا بالحضور دياله معنا أيضا في الحلقة الأولى، اللي هو إعلامي وناشط سياسي جزائري. مرحبا بالسي وليد كبير. السلام عليكم سي محمد بالبوستا سي محمد بن دحام، مساء الخير، مساء الخير على الجميع الحضور المتابعين الصفحات التي تنقل هذا البث المباشر، ومرحبا بي عندكم في برنامج أش واقع. شكرا على هذه الدعوة، وشرف كبير لي أنني أكون ضيف هذه الحلقة اللي إن شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع، وتحية لكم وتحية لناس بركان وناس وجدة وكل الجهة الشرقية وكل المغرب. بارك الله عليكم أستاذي. إذا إن شاء الله في هذه الحلقة هذه، كما قلنا، غادي نطرق أولا المشكل التي تعيشه أو العلاقات اللي تطورت لها ما بين المغرب والجزائر، وأيضا التصعيد الخطير الذي لم يسبق له مثيل منذ سنوات، وذلك بسبب الهجوم الذي شنه النظام العسكري في قصر المرادية ضد مصالح المغرب، في محاولة منه تصدير الأزمة الداخلية وافتعال الحرب بين المغرب، من أجل التغطية على الواقع البائس الذي يعيشه المواطن الجزائري. انطلاقا مما سبق، الحمد لله درنا هذا تسليط الضوء على هذه الحقائق هذه. هناك أسئلة كثيرة، من بينها: هل ستقود هذه الأزمات الجزائري لنديلة حرب، يتساءل المواطن البسيط، أم أنها ستنجلي مع مرور الوقت؟ وأليس هناك عاقل في نظام الحكم في الجارة ينبه العسكر إلى قراراته الخاطئة؟ هل النظام الجزائري يعيش آخر أيامه ويريد أن يجر المنطقة المغاربية إلى التوتر والحرب؟ ولا لا يكفينا ما نعيشه أو تعيشه الأمة العربية في المشرق من حروب وصراعات ونزاعات؟ إذا هناك أسئلة عدة يطرحها المواطن في هذا المجال هذا. نخلي الكلمة الأولى للأستاذ السي محمد بن دحة، فليتفضل. شكرا سي محمد، فعلا كتجي هذه الحلقه في سياق واحد التصعيد اللي كاين ما في العلاقات المغربيه الجزائريه، وخاصه من الجانب الجزائري، اللي مع الاسف غادي في واحد السياق ديال العداوه ضد المغرب. فبالنسبه لي كاين خطان متواديين، كاين خط ديال قطاع الطرق وخط ديال النبلاء، النبلاء اللي كيمثلوا المغرب، وقطاع الطرق اللي كيمثلوا عصابه الجزائر. وحنا كما كنقولوا دائما على اننا نتكلم على عصابه الجزائر، على حكام الجزائر، ولا نتكلم على الجزائر او الشعب الجزائري اللي كنكلوا له كل الاحترام والتقدير. فالاحداث كلها كتبين ذاك الحقد والدفين والضغينه والكره اللي كتكنوا عصابه الجزائر للمغرب ملكا وحكومه وشعبا، وكتحاول ما امكن انها تغذي هذاك الشيء، ذاك الحقد في قلوب الشعب الجزائري بشكل ميؤوس. فالسعار
زاد كثير، وخاصة أن المغرب بدأ كيحقق واحد المكاسب كثيرة، وكتشعر عصابة الجزائر بواحد العزلة دولية. فقداش ما حقق المغرب مكاسب على عدة مستويات، فكيزيد السعار وكيزيد اللهجة وكيزيد التصعيد، لدرجة أنه كيعتمدوا على الكذب على التاريخ والكذب على الحاضر وشتم المستقبل. وبالتالي فإن الحمد لله كنلقاو في الطرف الآخر في النبلاء ملكا وحكومة وشعبا، كان واحد صفوف متراصة، وكان واحد تعبئة، واحد اليقظة الحمد لله. الحمد لله. إذا السؤال مطروح أيضا للسي وليد كبير، اش كيبان لك في هذا الواقع الذي نعيشه الآن، والواقع اللي كنسمى الواقع الأليم، والتصعيدات من جانب كبرانات الجزائر؟ ما نعيشه حاليا هو عبارة عن حالة غير طبيعية راجعة لعقود، بدأت من الاستقلال إلى يومنا هذا. التصعيد الأخير هذا واللي كما رانا نقولوا زاد شوية عن اللزوم كما يقولوا المصريين، مرده حالة التخبط الذي يعيشه النظام الحاكم الذي فقد الشرعية الثورية مع ذهاب عبد العزيز بوتفليقة، لأنه كان آخر واحد يمثل الشرعية الثورية، ومعاناته من عدم تحصله على الشرعية الشعبية. لهذا لجأ إلى التصعيد لعل وعسى في نظره ينال تلك الشرعية المفقودة واللي تكرست وبانت باللي أن الشعب غاضب عليه من خلال العزوف في المواعيد الانتخابية الأخيرة. ما نعيشه حاليا هو صراع أعتبره وأصنفه صراع بين الخير والشر، بين الخير الذي يمثله المغرب كبلد راه ينمي وراه يطور في الأقاليم اللي حررها منذ 46 سنة، وبين النظام راه يمثل الشر ويزرع التفرقة ويزعزع المنطقة، وما راهش باغي يكون السلام في شمال إفريقيا وفي المنطقة المغربية. التطورات الأخيرة ما لا تخرج من سياق تحقيق ما حققه المغرب من مكتسبات وانتصارات على المستوى الدبلوماسي، وما جناه النظام من خيبة أمل وانتكاسات وهزائم دبلوماسية كان آخرها القرار 26/0. إذن هذا الأمر احنا نتمنى إن شاء الله ما يتطورش إلى ما هو أخطر مما هو عليه الآن، لأن في الأخير الشعوب هي التي تدفع الثمن. المشكل هو أنه المحيط الإقليمي نتاعنا فقط المغاربة اللي راهم ينادوا وراهم يقولوا يا جماعة هذا راه داي المنطقة المغاربية إلى الهاوية. غياب النخبة المغاربية في إبراز مواقف يعني صادقة وصريحة وتحميل المسؤولية لهذا النظام، لأنه لا يمكن أن يتم المساواة بين الظالم والمظلوم. إحنا نشوفوا بعض النخبة مثلا من خارج الجزائر والمغرب يقول لازم العلاقات لا، لغة الخشب لم تعد تسمن ولا تغني من جوع. الشعوب باغية الوضوح. شكون اللي راه ظالم؟ اللي راه ظالم هو النظام الحاكم في الجزائر. راه ظالم بلد ناصر الثورة الجزائرية، قدم الغالي والنفيس، تنازل عن أراضيه، وفي الآخر المطاف تنكر له هذا النظام النصاب، هذا النظام المحتال. ورانا للأسف ما زال رانا نعيش في عالم فيه النفاق وفيه حتى أنه أنا نعتبرها هذا الملف أصبح لقمة سائغة لبعض الدول كي تبتز وتدي من هذا وتدي من هذا، وهذا يضر بالشعوب نتاعنا خصوصا شعوبنا المغاربية. طبعا سيدي وليد، نمر لك سي بنداحة، فقط أن النزاع وليد 1963، يعني ليس وليد الساعة، ولكن منذ 1963 ما كانش هاد التصعيدات، ما كانش هاد المشاكل كما نشوفها الساعة، ما كانش أي مشكل وقع في الجارة الجزائر إلا توجه أصابع الاتهام إلى المغرب. هاد الشيء اللي نشوفه في الآونة الأخيرة زاد عن حده. تفضل السي محمد بن دحى، لك الكلمة. إذا غير قبيلة في التقديم راك طرحت سؤال
ألا يوجد عاقل بالجزائر؟ العقلاء كاينين الحمد لله بالجزائر، وراه عندنا الان السي وليد كبير واحد من العقلاء، واحد من الحكماء، واحد من الصوت، الاصوات اللي كنفتخروا بها كيتكلموا على الحقيقه. كاين اصوات رغم قلتها، لانه كنقول قلتها ربما ما نعرفوهاش لان ما كنسمعوهاش، يا اما هي ما كتجهرش بالصوت ديالها، يا اما ان الصوت ديالها مغموم من طرف النظام، لان نعرفوا ان النظام العسكري الجزائري يحارب كل الاصوات الحره. وهذه بالمناسبه نبلغ تحيتنا لجميع الاحرار بالجزائر، وهو المعول عليه، لانه دائما انا في الحلقات ديالي كنقول نفصل فعلا ما بين عصابه الجزائر والشعب الجزائري، ولكن لا انافق ولا اجامل الشعب الجزائري. اقول له فعلا نحن نتمسك بالجوره، نتمسك بالاخوه، ولكن الله يخليك خرج لنا برواندك شعب جزائري، واش راك تقول في هذه الشهاده، هذه الاعتداءات ديال عصابه الجزائر، واش راك تقول فيها، واش نظرك؟ ثانيا هذا التصعيد وهذا التلويح بالحرب، واش راك تقول فيها؟ بالفعل ظهرت اصوات، وفعلا انا درت حلقه في هذا الجريد، كاين جزائريين مواطنين جزائريين كلهم كيعلنوا على الرفض ديالهم لهذه الامور اللي غاليه، ومتمسكين بالاخوه والسلم والامان مع الجار الجزائر، مع الاخوان، مع الجار المغرب، مع الاخوان المغاربه. وهذا هو المعول عليه، اللي كما قال السي وليد خصنا نبعدوا على لغه الخشب ونتكلموا، لان ملي كنتكلموا مع المغرب والجزائر ما نقولوش الله يلعن الشيطان بجوجهم، نقول الله يلعن الشيطان لعصابه الجزائر. وراه قالها مؤخرا وليد في واحد المقطع ديال في واحد الحلقه، وتداول واحد المقطع ديال السي وليد بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، نعلو الشيطان لأن الشيطان هذيك أرضهم. أنا نحييك سي وليد على هذاك الصوت، يعني فعلا المزلزل اللي تلقاوه المغاربة بواحد الشكل كبير، وتداولوه بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. وصلت به تاني في الواتساب سي مداحة. إذن على الكلمة اللي قلت، شنو الرأي ديالكم بالنسبة للتطورات، القرار نتاع مجلس الأمن حول مغربية الصحراء، وشنو بان لكم في هذا الشيء؟ هذا الالم الميتيك الصاعقه بالنسبه للكبرانات نتاع الجزائر. سؤال لي موجه ليا. نعم كبير. قرار مجلس الامن اللي صدر يوم الجمعه 29 اكتوبر، قرار رقم 2602، انا اعتبره قرار تاريخي. نعم. علاش قرار تاريخي؟ لانه اتكلم بكل وضوح بان مشكل الصحراء المغربية يجب حله في إطار الواقعية. وعلاش؟ واش هي الواقعية؟ الواقعية هي سيادة المغرب على أراضيه. بغيتوا المشروع الحكم الذاتي المغرب قدمه منذ 2007، وإذا دققنا في القرار 2602 يستند على ما تم إصداره من قرارات مجلس الأمن منذ 2007، لم يتكلم على 1991 ولا 75 ولا 80، لا، منذ 2007. وم 2007 هي السنة التي قدم فيها المغرب مشروع الحكم الذاتي. أنا أعتبره مكسب وانتصار دبلوماسي كبير للمغرب، وفي نفس الوقت انتكاسة كانت متوقعة لدبلوماسية نظام العسكر. علاش كانت متوقعة؟ لأنهم هم عايشين في وهم وخيال، والمنتظم الدولي ما هوش المغرب فقط، عايشين في الواقع، والخيال والسراب لا يمكن له أن يطول، والكذب حبل قصير، عين مبعوث سموه عمار بلاني السفير، شهرين هو يتكلم على العمل في إطار يعني الأممي وسينتصر القضية، وفي آخر المطاف وانا كنت نحاسبه بلي غادي يقدم استقالته، لكن صوته خف، يعني ما راش يتكلم من هول الصدمه، من هول الانتكاسه اللي تعرض لها الدبلوماسيه نتاع هذا النظام. اهم نقطه، وهنا بالمناسبه نهني المغاربه جميعا بالذكرى اللي غادي يحتفلوا بها ان شاء الله بعد يومين 13 نوفمبر 2021، اعاده حركه السير، ما نسميهش تحرير، تحرت الصحراء منذ 46 سنة، إعادة حركة السير لمعبر القرقارات، عملية زيرو قطرة دم، في كل بكل احترافية تم إعادة حركة السير إلى معبر القرقارات. نرجع للقرار الأممي، في القرار 2602 لم يشر، وهذا الذي
جن أجعل النظام العسكري يجن جنونه ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى أن معبر القرقرات وقع فيه خرق إطلاق وقف إطلاق النار، معبر القرقرات لازم يرجع للمنطقة العازلة خلاص. وهذا هو النصر الكبير الذي حققه المغرب من خلال إعادة يعني خراج منطقة القرقرات من المنطقة الحاسمة. يعني أصحاب أو قطاع الطرق، منطق قطاع الطرق انتهى إلى الأبد، ولم يعد باستطاعتهم أن يصولوا ويجولوا في تلك المنطقة الحساسة، واللي هي أنا نعتبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا طريق دولي وإن كونيكسيون، يعني رابط بين أوروبا وغرب إفريقيا. هذه الانتكاسة، لأن النظام راهن وبعث وسطاء وحاول أقصى ما يمكن فعله من أن يقنع المغرب بأن ينسحب من القرقرات وساوم، ما هو احنا ما نقولوش يساوموا لأن المساومة تنقال البلد الضعيف، أراد المقايضة الغاز بالقرقرات، ما عندهاش الراس. كانوا يفكروا مليح، المغاربة ما يقايدوش القرقرات مشي بالغاز مال الدنيا، لأن الأرض لا تقدر بثمن. الأرض دم ديال الشهداء ديالنا باقي لحد الساعة. وحنا كنتكلموا على هذا التصعيد وغادي نرجع للنقطة، دماء سالت كثيرا، وهذا النظام قضية الصحراء استشهدوا فيهم آلاف المغاربة وضيعت كثير من الأسر وسال الدم وكانت التكلفة كبيرة. التوتر هذا اللي راه واقع ما يخصناش ننسو ما قام به هذا النظام منذ نهاية 75 إلى غاية أكتوبر 2020. ما ننساوش التأخير اللي سببه لنا هذا النظام، لا على المستوى الجزائري الداخلي، لأن لو كان هذوك الإمكانيات اللي سخرها لهذه القضية اللي تقدر بالمليارات، وكان سخرها للتنمية في الجنوب الجزائري والتنمية في الداخل وبناء اتحاد مغاربي، ما كنا لنعيش اليوم هذا الوضع البائس اللي رانا عايشينه. قرار مجلس الأمن هو اصطفاف مع الحق، لأننا المنتظم الدولي عارف شكون اللي راه غلط، وعارف شكون اللي راه هو، عارف شكون هو الطرف الرئيسي، وهذا الذي لم يتقبله النظام عندما رفض الجلوس الى الطاوله المستديره. عندما اشار مجلس الامن الى ضروره الجلوس الى الطاوله المستديره، هذا يؤكد على انه هو الطرف الرئيسي، لكن للاسف جبنه واختباؤه وراء دميه لمده اكثر تقريبا نصف قرن اخر من حل هذه القضيه، اللي هو اصلا لا يؤمن ابدا ولا يمتلك النيه الصادقه من اجل حل هذا المشكل، لان الأكسجين اللي يتنفس منه هو العداء مع المغرب، ويصور للشعب على أن هذا البلد عدو، وعلى أن هذا العدو البلد توسعي، وهو النظام التوسعي، هو النظام الذي خرق معاهدة إفران، هو النظام الذي لا يتكلم على اتفاقية 72 لترسيم الحدود، ويصور دائما المغرب على أنه المغرب يريد شرا بالجزائر، المغرب يريد ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية، وهذا كله كذب، وهذا كله كذب. والخطاب الملكي الأخير في الذكرى 46 للمسيرة الخضراء أشار بوضوح وحي الشعوب المغاربية الخمس، وهنا وجه رسالة للشعب الجزائري، ما هوش للنظام، خلاص النظام ما عنده الشرعية، ما وجه لهش الرسالة، وجه للشعب: يا أيها الشعب الجزائري، أنتم شعب واحد، ولقرون ماغريت خمس شعوب، ما هو ستة، ما هو سبعة. وهذه هما سي نورمال ما يقدوش يديروا لها الترجمة ويمشي يقولوا الإعلام أبواق النظام العسكري يقولوا قال الملك الشعوب المغاربية الخمس، لا، هم يصوروا للشعب على أن الملك والنظام الملكي والمغاربة يريدون الشر بالجزائر، وهذا كله كذب، وهذا كله بهتان وباطل، واللي يروج للباطل والله ما يربح. هذه هي، الله يهديهم والله يهدي مخلوق السي وليد. هذا الشيء اللي نقوله. إذن في نطاق الحديث، من تكلمت على الخطاب الملكي في ذكرى نتاع ثورة الملك والشعب، وأيضا بغيت المسيرة الخضراء، اعتذر، بغيت السيد مدحي يزيد يتكلمنا على المشكل اللي واقعين فيه دابا الآن
وقطع الغاء العلاقات الجزائرية المغربية وغلق المجال الجوي وايضا امام الطيران المغربي، والاتهامات الباطلة لعصابات الجزائر في حق المغرب، وايضا عدم تجديد الاتفاقية تاع انبوب الغاز اللي كيعبر طبعا التراب المغربي، والتلويح بالحرب من طرف العصابة الجزائرية. لك الكلمة سي بن دحة. شكرا سي محمد، وتبعا الشيء اللي صرح به الاخ وليد كبير، بالفعل القرقرات هي فاصله ما بين حقبتين، وعندها واحد دلاله كبيره ورمزيه في النضال المغربي وفي قضيه وحدتنا الترابيه. فما قبل القرقرات ماشي بحال بعد القرقرات. القرقرات عندها واحد الرمزيه على انه عصابه الجزائر وميليشيات البوليزاريو بغاو ركزوا عليها بواحد الشكل كبير في اطار محاولتهم اليائسه لحصار المغرب، فبغاو يدفعوا المغرب يعزلوه. في الشمال كاين اسبانيا او الاتحاد الاوروبي، فكيحاولوا ما امكن انهم يوتروا العلاقه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي وخاصه اسبانيا. جهه اخرى كاين الجزائر مع الأسف وكيتكلموا باسم الجزائر. في الجنوب دايرين ميليشيات البوليساريو اللي كيجندوها، وأنا في هذه النقطة هذه دائما كنقولها، كنقول ما يمكنش في واحد البلاد وحدة يكونوا جوج ديال لي درابو، جوج ديال العلم، علم جزائري والخرقة ديال البوليساريو، وجوج ديال الجيوش، هذه عمرها ما كانت. ثانيا كيحاولوا أنهم يحاصروا المغرب من موريتانيا، فكيشتغلوا بشكل كبير على موريتانيا، ولهذا ان موريتانيا كتعيش واحد الضغط وكتعيش توترات وكتعيش واحد المشكل ما بين جوج ديال الاقطاب، على الاقل جوج الاقطاب، قطب اللي كيباغي يمشي مع اطروحه عصابه الجزائر، وقطب اللي كيبغي يمشي مع المنطق والواقع. زياده هذا الحصار هذا كتحاول ما امكن انها تكسب وحدين اخرين، دول اخرى مثل تونس، وشفنا تونس كيفاش صارت خاطئه وما امتنعت عن التصويت في مجلس الامن. كتزيد ليبيا، شافت العلاقات جد مهمه مع ليبيا ومساهمه المغرب في يعني توفير واحد الظروف باش تحل المشاكل ما بين الليبيين. فالجزائر كتحاول ما امكن انها تدير العصافير الرويضه كما كنقولوا، وتحاول ما امكن تقفز على الاحداث وتحاول تسحب البساط من تحت المغرب، وشفنا كيفاش المناورات. اذا كاينه محاوله ديال الحصار ديال المغرب من طرف الجزائر، ولكن في هذا الاطار هذا الحصار كما كنلقاو مثلا واحد مثلا انسان تحطه في واحد الحفره، فما كيمكنلوش انه يعني تقب الحفره على اليمين ولا على الشمال، ولكن كيخرج يعني كاين شي حاجه بحال واحد الرافعه. فالمغرب كما كيقول لك اللي عنده باب واحد الله يسد عليه، حنا فضلنا انه يكون تحالف ما بين مع اخواننا وجيراننا، ولكن مادام جيراننا سدوا علينا البيبان فلا بد من حق المغرب انه يبحث عن حلفاء اخرين. فبعد الشراكه والاتفاق اللي كان مع الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، فالمغرب فتح واحد الافق كبيره جدا جدا جدا. هالشيء هذا زاد من السعار ديال عصابه الجزائر اللي شافت بان المغرب فعلا انه يعني غادي في واحد الطريق وكيحقق واحد المكتسبات. هذا من جهه، من جهه اخرى الجزائر كانت بحال يعني العصابه، ملي كنقول الجزائر عصابه الجزائر ربما فاقت ولقات راسها بان المغرب دخل مزيان للعمق الافريقي، وكنشوفوا كيفاش العلاقات مع افريقيا، وبالتالي انها كتحاول ما امكن تقطع ديك الشرايين. ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فكنشوفوا لانه مجموعه من دول افريقيا اللي مع الاسف كانت غاديه في واحد كان مغرر بها او كانت غاديه في واحد الضلال بسبب اطروحه ديال الجزائر، وبسبب النفط وعائده النفط، وبسبب يعني الاستماله اللي كديرها عصابه الجزائر. فاليوم هذاك كما نقول السقايه تبلعت، المنابع ديالها يعني جفات، فاصبح الافارقه كيتكلموا بواحد الشكل يعني واقعي، وخاصه ان المغربي كيتكلم معهم كيحترم لهم شخصيتهم، يعني ما كيديرلهمش ذاك الادلال انه يشريهم، ولكن كيدير لهم العمليه ديال رابح رابح.
وبالتالي كتشوف على انه حتى يعني الدول الافريقيه ومجموعه من الدول يعني بدات كتصحح هذا المفهوم. هذا من جهه، من جهه اخرى هذا كله كما قلنا كيركز على يعني كيبين الواقعيه اللي بدا كيتعامل معها المغرب. المغرب الان كيتعامل بالواقعيه ويسمي الاسماء الاشياء باسمائها مع عصابه الجزائر. إذن طبعا في نفس سياق سي بنداها، عندما تتكلم عن نحن دائما من نقولوا الجزائر، طبعا لا نتكلم فقط الإخوة اللي دخلوا معنا، نتكلم عن الشعب الجزائري. طبعا الشعب الجزائري دائما كنقولها نحن شعب واحد، الشعب الجزائري والشعب المغربي، هذه ما يختلفوش عليها زوج، ولكن كنتكلموا على الكبرانات اللي كيحكموا الشعب الجزائري، او ربما اللي سجنيهم. يعني انا كنعتبر للاسف ربما هذا المصطلح شويه قاسح، ان نقولوا ان الشعب الجزائري مسجون في بلده من طرف كبرانات اللي كيديروا ما بغاو، ولكن سوف ياتي يوم ان شاء الله اللي الشعب الجزائري يقول كلمته في هذا الشيء هذا. ففي هذا السياق سي كبير من كيشوفوا هذه الازمات اللي كيعيشها الواقع اللي كاين في الجزائر، ما تعتقدش انه الحرائق التي اتهم فيها المغرب، المشاكل الداخليه التي يعاني منها الشارع الجزائري ومحاوله التصدير ديالها ما جاش من فراغ، وانبوب الغاز اللي تقطع، ومشاكل كثيره اللي تراكمت، يعني من ناحيه كنشوفوا جمهوريه الصنادل والعجاج، الجمهوريه الوهميه اللي كل مره كتخرج ببلاغات، هذيك توالفنا انها منذ قديم الازل كتخرج ببلاغات وهميه وفبركه نتاع مقالات، ولكن ولينا نعيشوه دابا في الجزائر، الفبركه نتاع المقالات اللي ولات بشكل يومي. سبحان الله البارح او اليوم، لانني سي كبير كنشوف لك يوميا الفيديوهات وما بقيتش نعقل واش البارح ولا اليوم، تكلمت على المشكل اللي كان وقع في ايطاليا، تكلمت على هاد المنشورات الوهميه اللي كنشوفها يوميا. سبحان الله كما قالوا الجراد ولات عنده جنسيه، ولا الجراد الجنسيه ديالو مغربيه، ولا المغرب هذيك قديمه هذيك من الثمانينات ولا عندنا جراد عنده جنسيه، ولينا اننا ندربوا قراده ونصيفطوهم يحرقوا الغابات نتاع الاخوه ديالنا الجزائريين اللي ما يمكنش يتقبلها العقل. واش هذا الشيء هذا اللي كتشوفوا السي كبير؟ احنا عارفين انهم كيصدروا المشاكل الداخليه ديالهم بمشاكل خارجيه، ولكن فين غاديين بهذا الشيء السي وليد؟ احنا شو السي محمد، احنا النظام يمارس الحكم بادوات قديمه. واش هي ادوات قديمه؟ زمان كان يحسب الشعب الجزائري، اليوم هو الشعب تاع 63 و64 و65. زمان كان ينشر الاشاعه منين يبغي يمرر الامور ولا بخطط ولا، والشعب يلتقط الاشاعه، وكان الشعب نظرا لعدم ذاك الوقت ما كانش التطور الاعلام بهذا الشكل، كانوا يصدقوا الناس وكانوا يامنوا. ما قام به في مسألة الحرائق ولا أي مسائل هذه اللي راها واقعة في هذه الأشهر القليلة الماضية، هو هذاك الأسلوب القديم تاع الستينات والسبعينات، قال شكون هو العدو، ها راهم المغاربة هما اللي داروا فعلوا وتركوا. يعني كي نشوفوا منطقة القبائل بعيدة ب 600 كيلومتر عن الحدود، ما يعني هما كان العاقل ما يصدقش الكلام هذا. والشعب الجزائري، ونأكد لك من هذا المنبر، الغالبية تاعه ما يصدقش هذا الكلام. هذه وضفوها في إطار مخطط أحد مراحله قطع العلاقات مع المغرب، يعني سي با لا فان اللي تم يعني إعلانه في 24 أوت الماضي. قطع العلاقات هو أحد المراحل باش يحضروا هذاك السبب اللي يقولوا باللي شوفوا راهم شداروا لنا وفعلوا لنا ومنا، باش نقنعوا، باش نحاولوا يقنعوا الشعب باش يقطعوا العلاقات، افتعلوا مشكله الحرائق او الحرائق
وماتوا فيها مساكين ضحايا كثار وعلى راسهم ضحيه جمال بن اسماعيل رحمه الله. باش باش يقنعوا الشعب على ان المغرب راح يعتدي على الجزائر. بصح بالنسبه لهم هما الاعتداء هما وش هو الاعتداء المغربي عليهم؟ هو المغرب تطور على مستوى البنيه التحتيه، هو المغرب تطور علاقاته وربط اموره بشكل كبير مع الدول جنوب الساحل والصحراء يعني القاره الافريقيه. الاعتداء هما شافوه في هذاك التقرير الالماني اللي ستينانا كيما نقولوا اكبر ادانه لهم وبينت الحجم نتاعهم كنظام قزم يحكم في بلد كبير اللي هو الجزائر. هذا هو ما يقدوش يصوروه للشعب يقول لهم المغرب تطور على مستوى البنيه التحتيه والمغرب راه قوه صاعده ويصدر اكثر من 9 ملايير دولار سيارات وكذا ويصدر ما بين 6 و7 ملايير دولار ما بين خضروات وفواكه. هما خاصهم يصوروا حاجه في قالب شيطاني ويبينوا للشعب بلي هذا المغرب راه باغي يدمر الجزائر، والعاقل لا يمكن له يصدق بان المغرب بالفكر بفلسفه الحكم في المغرب انه يدمر بلد جار، لان تدمير الجزائر هو خطر على المغرب وعده مرات وكثير من المسؤولين كنت التقي وكلام يقول لك نحن قلقون جدا على امن الجزائر، قلقون جدا على جارنا. يعني الكلام اللي يسوق هذا النظام للشعب الجزائري باللي المغرب يبغي الضرر بالجزائر هذا كلام تافه وفارغ وغير منطقي، لان الجار العاقل لا يمكن له ان يفرح لدمار جاره. طبعا لكن النظام الغير عاقل اللي حاكم الجزائر يفرح باش هو يبقى هو القوي في المنطقه والجيران ضعاف، وهذه هي العقده نتاع هذا النظام واللي يحاول انه يزرع في الشعب منذ الاستقلال هذا الفكر نتاع التعالي على الجيران والنفخه وحنا هما القوه وحنا هما الاحسن وحنا هما الافضل. هذه عقد روجها النظام الفاشل خصوصا على المستوى الاقتصادي والسياسي. اذا افتعل الحرائق قطع انبوب التخيل. هل يمكن لعاقل ان يصدق يعني اسعار الغاز ترتفع يروح يقطع تدفق الغاز نحو اهم زبون عنده اللي هو الاتحاد الاوروبي ولو بلو غران سوبور اللي يفوت عليه 13 مليار متر مكعب سنويا؟ هل هذا نظام راشد؟ تاكد للاوروبيين وهو قرار هذا الاخير خلق روحه مشكل مع الاتحاد الاوروبي، كان يظن انه غادي يخلق مشكل للمغرب انه لم يحسبها جيدا، خلق روحه مشكل مع الاتحاد الاوروبي وراه في ورطه الان. واسعار الغاز في ايطاليا واسبانيا خصوصا في اسبانيا ارتفعت، وهذا اللي غادي يخليه في وضع حرج خلال الاسابيع القادمه. انا اتوقع انه ستكون هناك ازمه سياسيه بين الاتحاد الاوروبي وهذا النظام الحاكم، واللي غادي تخليه في اخر المطاف انه يغير الواجهه المدنيه نتاعه ويمسح الموس كما نقولوا احنا في هذيك الواجهه اللي راها دروك ويرجع تدفق الغاز عبر الانبوب. وتاكدوا وتذكروا كلامي، هذا النظام الذي وصفته مره في افعى بعده رؤوس، اذا ما ضربناش الريسان تاعها كاع في مره واحده لا يمكن لنا ان نشهد تغيير حقيقيا في الجزائر. النظام الحاكم في الجزائر استعمل شماعه المغرب البلد العدو منذ 1963، منذ أن زار الملك الحسن الثاني رحمه الله وجلب معه الدبابات وربع طائرات سوخوي وأسلحة، في مارس 63 وفي سبتمبر خلقوا هذه الفكرة باش يأخذوا للتمرد في منطقة القبائل، وقال لك باللي المغاربة حقرونا. الله يغفر له الرئيس الراحل أحمد بن بلال رحمه الله. هذا هو وشافوا باللي بهذيك السياسة وبهذيك حرب الرمال اللي أقضوا على التمرد في منطقة القبائل قال باللي ما كانش أحسن من أننا دائما نصور المغرب على أنه بلد عدو وهكا نقوم مسيطرين
على الشعب ونصادروا الإرادة نتاعه، لأن ما يوجد شعب جزائري إرادته مصادرة، لا فارضين عليه الوصاية، هو بحاجة إلى أن يقرر مصيره وأن يحرر الجزائر من قبضة هؤلاء العملاء للمنظومة الاستعمارية. الوضع هذا يعني الأدوات القديمة اللي مارسوها في 63 ما زال يستعملوها، صار لهم كل بورتابل، الناس راها تمشى بورتابل، نقولوا قال نوعية تاع 2021 وما راهم يستعملوا بورتابل تاع 2001 وباغيين ينتصروا. هذا يصدقه عاقل، هذا هو الأسلوب القديم اللي خلاهم متأخرين وأخروا بلادنا. الجزائر متأخرة على جميع الأصعدة. الجزائر كي نشوفوا الإعلام مرات أن كجزائري نحشم أنني نتكلم على واحد المواضيع، هل يعقل في وقتنا الحالي نتكلم على مواضيع متعلقة بالبطن؟ والجزائر بلد غني اللي يقدر يستقبل يكون فيه 300 مليون نسمة، 40 مليون ولاية من ولاية الصين فيهم 90 مليون. هذا النظام الفاشل واللي هو قزم، يعني كان نظام كبير ونظام راشد والنظام عنده فلسفة حكم، كل هذه الأمور الهامشية ما نعيشوهاش. ولو كان نظام فيه وطنيين، المصلحة العليا للوطن تقتضي أنك تتعايش مع جارك، تتعايش مع جارك لأنك جارك هذا بلد كبير وعدد فيه ملايين من البشر، هذا يشكل لك شراكة اقتصادية، سوق استهلاكية، يشكل لك متنفس لشعبك، يعني الشعب نتاعك يكون حر في التنقل، يزور المغرب، المغاربة يجوا عندك يزوروك، غادي تحقق إيرادات في السياحة، غادي تحقق إيرادات في غادي تنشط التجارة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. ما نعيشه حاليا هو شلل اقتصادي على المستوى على المنطقة نتاعنا، وشكون المسؤول عليه؟ هذا النظام اللي راه مستاسيوني مانيش عارف 1975 ولا 1900 ما تطورش، وهو سبب العرقلة وسبب التخلف في المنطقة المغاربية. نظام متخلف، نظام متخلف ويمارس الحكم بأدوات قديمة. وإذا ما سقطناش وما ودرناش تغيير سياسي حقيقي وجذري لمنظومة الحكم، كل منطقة نتاعنا ستتضرر. البؤس اللي موجود في المنطقة المغاربية سببه السرطان الذي وجب استئصاله، سببه السرطان الذي وجب استئصاله، واللي هو هذا النظام اللي يحرص على زوج صوالح، على أن يستمر في الحكم وأن يضمن مصالح الدول التي تدعمه. بالصح وقيل هذا الأيام إذا ظهروا أن الصورة توقفت حتى السي محمد يمكن ما راش كي لكن سمع وكذلك السي وليد أنا نسمع، إذا يمكن كاين إشكال في لكن سمع السي مداحة أنا نسمعك الإنترنت أو الصبيب، إذا في انتظار عودة الزملاء. السي محمد راك في استماع، تفضل. لكن السي بن داحة كنسمعك، كنسمعك كان يتكلم السي وليد كبير، كان لا تقطع تقطع معنك اسمع. نعم إذا هاد المخططات وهاد المسرحيات واللي آخرها وصل به الدرجة أنه أنا نتمنى أنها ما تكونش ما يكونوش فعلا قد قتلوا، لكن أن يقتل أبناءه من أجل تكريس سياسة العداء تجاه المغرب فهذه جريمة. هذه جريمة، هذو إذا قتلوهم إحنا نطلبوا ربي يرحمهم يصبر أهاليهم، لأنهم هؤلاء ضحايا هذا النظام الإجرامي، ضحايا هذه الحركة الإرهابية حركة بوليساريو. لم يصدقه أحد على أن المغرب استهدف الجزائريين اللي كانوا يسوقوا ديك الشاحنات، باش تعرف بلي هذا الإجرام أنه يوصل يضحي بأبناء الشعب من أجل تكريس سياسته العدائية تجاه البلد الجار اللي ما جاء اللي شفنا منه إلا الخير، شفنا منه إلا الخير. وأعي جيدا ما أقول، ما هوش مجاملة أنني موجود في برنامج مغربي، لا هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. وهذا النظام وكان كان مولا خير وكان واجه جابه الخير اللي جاء من المغرب بالخير، لكنه نظام شراني ونظام مجرم ونصاب،
وتوقعوا فيلمات واحد اخرين ومسرحيات واحد اخرين في المستقبل. ستتوقع فيلمات ومسرحيات واحد اخرين في اطار هذا المسار اللي راه دايه هذا النظام الى ان يرتطم بالحائط، وسيكون مضطر على تغيير جلده اي تغيير واجهته، وبالتالي الانصياع. خاطر هو راني قلت وكرر هذا الكلام منذ الجمعه الماضيه، وهذا محسوب بدقه منذ قرار مجلس الامن 29 اكتوبر ومنذ 31 اكتوبر قرار ايقاف توريد الغاز عبر الانبوب المغاربي اوروبا، دخل رسميا النظام في مواجهه مباشره مع المنتظم الدولي. وهنا دوك نشوفوا الى يسلكها ما غاديش يسلكها، لان علاش الاوروبيين والقوى الكبرى كتجي كيتوش المصالح نتاعهم ما يرحموش. بصح خوفي على الشعب الجزائري، خوفي على بلدي، خوفي على المنطقه، على خاطر المصالح نتاعهم هؤلاء الاوروبيون والقوى الكبرى ينوضوا حرب عليها نتاع صح، ماشي كيما النظام الجبان اللي يظل يكذب عبر الابواق الاعلاميه نتاعه. اذا نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ما تيغراداش ما ندخلوش في النفق المظلم واكثر من الظلمه اللي راهو فيها حاليا. نتمنى ان شاء الله، ونتمنى الخير للشعب. فقط بغيتك السي بنداحة من بعد الاضافه ديالك ايضا تكلم لي ان شاء الله على الوضع اللي كيعيشوه المحتجزو كنسموه المحتجز مخيمات الذل والعار، وايضا واحد الاخبار انه كاين احتجاجات داخل المخيمات. طبعا نخلي لك من بعد ما تكمل الكلمه ديالك سي بنداحة، تفضل. بالفعل فعلا هذا مؤلم الشيء اللي ذكره سي وليد كبير، ونحن نشعر بواحد التضامن مع الشعب الجزائري. وكما كنقول دائما ان المغرب سبع وكيبغي جارو حتى هو يكون سبع، لانه اي حاجه كانت مزيانه في الجزائر ومزيانه للشعب الجزائري فراها مزيانه للمغرب والشعب المغربي نفس الشيء، لانه الجوره هي هذه. وهنا كنتذكر واحد نكته عندها الدلاله ديالها. قال لك هذا مغربي وفرنسي وجزائري كانوا يتمشاو في الصحراء، واحد فيهم شاف واحد الحك، كنقولوا احنا قوطي، حك وضربوا برجله، خرج لهم واحد الجن، قال لهم شبيك لبيك، اللي طلبوه بين يديك والحاجه اللي طلبتوها غادي نعطيكم منها وحده وجوج لجارك. ميكاني قال له انا بغيت تعطيني طياره نسافر وين ما حبيت في العالم ونحب كيف ما بغيت. قال له هيا وحده ليك وجوج لجارك. الفرنسي قال له انا بغيت يخت ندور نتسارى في البحار. قال له جاتك، ها واحد يخت ليك وجوج لجارك. وصل الجزائري قال انت واش حبيت؟ قال له اعملي عين باش يعمي جوج عينين للمغربي. وهذه الصوره ما خصناش ننساوها، رغم ان شوف الجزائر واش دارت. الجزائر يعني عصابه الجزائر حرقات الغابات، خلقت دمار ما همهاش الا كان داك الشيء غادي يخلق دمارين للمغرب. وهذا هو الاشكال اللي احنا كنعيشوه مع عصابه الجزائر. هذا الاولى. مساله واحده اخرى اللي تكلمنا على قضيه الاعلام، ف بالنسبه لعصابه الجزائر يعني عندها واحد بروباغندا واعره واعره واعره، تحسن لحن الكلام وتزوق وتكذب وداك الشيء. وهذا الشيء كانت كما قال لك السي وليد انها استعملت اساليب قديمه، وهذا في الوقت اللي كان فيه الاعلام انه كان غير قناه واحده، من خلالها كان كيشوف مثلا الشعب الجزائري الواقع، ومن خلالها كان العصابة الجزائر كتفسر الامور للشعب الجزائري، بمعنى انه كدير واحد النظريات بهم باش كيشوف. اليوم لا، الوضع تغير، وقع واحد التحرير ديال وسائل الاعلام مع الثوره الالكترونيه مع مواقع التواصل الاجتماعي مع واحد الوعي اللي وقع، بدات الامور كتنفتح. وهنا هذا هو المشكل بالمشاكل اللي بدات كتعينها تعيشها عصابه الجزائر. وهذا الشيء اللي راه دير كل شيء، هذا الشيء اللي راه ديرو راه موجه للشعب الجزائري بشكل كبير،
رغم العالم كل شو كل شيء قال العالم راه فايق بها وعايق بها، ولكن الشيء كله موجه للشعب الجزائري. ومع الاسف عصابه الجزائر كتستخف بذكاء الشعب الجزائري وكتبغي تجن الشعب الجزائري وتبغي انه تلهيه على فعلا على الازمات ديالو وخاصه الحراك المبارك. زيادة على هذا الشيء هذا ان الاشكال اللي راكم ذكرته بلا سي محمد ذكرها حتى السي وليد قايت الاحداث ديال 1963 راه العداوه ديال عصابه الجزائر او حكام الجزائر قبل 63 راه حتى فاش الوقت فاش كان التفاوض مع فرنسا راه كانت النيه من تما، لانه في ذاك الوقت فوقت الحكومه المؤقته الجزائريه كان اتفاق ما بين الحكومه المؤقته الجزائريه مع المغرب على انهم بعد الاستقلال انه الجزائريين والمغاربه غادي يجلسوا باش يحلوا هذه المشاكل ديال الحدود، ولكن الناس اللي كانوا كيتفاوضوا بخيانه للاخوه الجزائريه المغربيه، وبداو كيتفقوا على اساس انه الجزائر كلها يعني كلها اراضينا، ما كان لا تفاهم ولا هذه مع المغرب. هذه من جهه، من جهه ثانيه خصنا نعرفوا بان في ذاك الوقت فعلا كانت الحرب البارده، كانت واحد المساله اللي كنسميها انا محور الشر اللي كان كيمثلوا مصر وجمال عبد الناصر بما يسمى بالقوميه العربيه، وكانت ضد المملكات فين ما كاينش مملكه كيمشي يحاول انه يقلبها، ونفس الشيء بغى يدير مع المغرب مع الدوله العريقه. فكان كيعتبر على انه احمد بن بلة هو اللي غادي يمثل هذه القوميه العربيه في المنطقه. ف المحاولة ديال هادشي كلشي اللي كان كيديروه على أنه إسقاط النظام الملكي المغربي. فاليوم كنشوفوا أن التاريخ يعيد نفسه، أنه كدار مناوشات، وقبيلة راكم طرحتوا السؤال وقلتوا واش غادي تكون حرب؟ غادي تكون مناوشة، أنا في اعتقادي غتكون مناوشات ولكن ما تكونش حرب. علاش؟ أولا أن الجزائر دابا كنقول الجزائر غير قادرة على الحرب، لا من ناحيه المعدات ولا من ناحيه حتى استعداد الشعب الجزائري، الشعب الجزائري يرفض هذه المساله. زياده على ذلك على انه قضيه الصحراء المغربيه هي قضيه ملك وحكومه وشعب في المغرب، ولكن النزاع حول الصحراء المغربيه في الجزائر هي قضيه نظام جزائري، انه الشعب الجزائري غير معني بهذه المساله، وحتى الجندي الجزائري غير مستعد في الدخول في مثل هذه الحروب ضد اخوانه المغاربه. وهذه راه مسألة مهمة جدا، وهما عصابة الجزائر فاهمين هذه القضية، ولهذا كيحاولوا ما أمكن أنهم يقلبوا الشعب الجزائري ضد المغرب، كيحاولوا يقنعوه بأنه راه العدو ديالنا هو الشعب المغربي. وأنا كنقول لو كان الشهداء ديال الجزائر الله يرحمهم كتب لهم على أنهم غادي يحيوا من جديد ويجيوا ويشوفوا الحاله اللي كاين فيها الان الشعب المغربي والشعب الجزائري، غادي يوجهوا يعني اللوم، ماشي غير اللوم، يعني اللوم بصيغ كثيره لعصابه الجزائر، كيقول لهم ما تجروش بدمائنا، ما تجروش بالاستشهاد ديالنا، ماشي هكذا اللي حاربنا احنا حاربنا فرنسا باش تستقل الجزائر ويستقل المغرب ويستقل تونس ويستقل كاع الشعوب، باش الشعوب كامله تعيش في زمان ديال التحرر واحد الكرامه. ولهذا انه بهالشيء هذا كله كيقولوا غادي يقول لهم انتوما الان احنا استشهدنا من اجل طرد الاستعمار خارج بلداننا، وانتوما احنا خرجناه من الباب، انتوما راكم كتدخلوه من النافذه بسياق اخرى، وانتوما اللي راكم تنفذوا الاراده ديال الاستعمار. لان هادشي اللي كيوقع شكون السؤال، شكون هو المستفيد؟ من المستفيد من هذه الامور هذه؟ اكيد ماشي الشعب الجزائري، ماشي الشعب المغربي، ماشي الشعوب المغاربيه اللي خاطبها صاحب جلاله في خطابه في ذكرى المسيره الخضراء. حتى واحد من الشعوب المغاربيه ما مستفد، اللي مستفده هما اعداء الامه وبعض الناس اللي عندهم فكر استعماري اللي باغيين يجنونا كاملين وباغيين يخليونا بهذا الشكل هذا، يخليونا نعيشوا، لانه كيعرفوا بانه الشعوب المغاربيه عندها كفاءات وعندها قوه، قوه العنصر البشري الحمد لله، وهذا مساله نركزوا عليها، العنصر البشري في الشعوب المغاربيه، زياده على الخيرات اللي كتمتع بها الاقطار المغاربيه والثروات اللي كاينه والموقع
الموقع موقع المغرب الكبير، لان شحال واحد ما كيقول المغرب العربي كيبقى خاطرهم. اذا كنقصدوا حنا المغرب الكبير، المغرب الكبير. اذا الموقع، شوف الموقع ديال الموقع ديال المغرب الكبير والكفاءات والوسائل اللي ممكن انه يلعبها في 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 العالم كامل، سواء على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى السياسي. وبالمناسبه انا كنشوف كان واحد المشاركه كثيفه ديال المشاهدين الكرام، وكنبغي نحييهم بالمناسبه ونبغيهم يزيدوا يتفاعلوا اكثر واكثر. مساله واحده اخرى نعود قبل ما نفوت الكلمه السي كبير، وهي سولتنا على الوضع ديال المخيمات تندول. المخيمات الدل والعار، هذيك وصمه عار على جبين عصابه الجزائر وعلى جبين المنتظم الدولي برمته، راه ما يمكنش، لا يعقل، لا يعقل ذاك المنكر اللي كنشوفوه. بعد غير التواجد كنقولوا احنا لاجئين، ما عندهم صفه لاجئ. لاجئ عنده صفه معينه وكتكون عنده بطاقه وعنده حريه التنقل وعنده حريه التملك. هذوك راهم رهائن عند الشعب الجزائري. وشوف كيف تكلموا على الديمقراطيه وحقوق الانسان وما كيمارسوش النظام. النظام طبعا نعم، راهم رهائن على النظام ماشي عند الشعب. الشعب مسكين كاع ما يشوفوش. نعم نعم فعلا، ان هذا الاوضاع يعني المنتظم الدولي خصو يتلفت لها، وهما كيتاجروا ب مآسي ديال المحتجزين اللي كيعتبروهم بانهم شعب صحراوي، كيعتبروهم بان كاين حاضر اقل من الجنوبيه، ولكن اغلبيتهم من دول الجوار، وكيعطيوهم يعني صفه ديال اساس على انهم ينتميوا الى اقاليمنا الجنوبيه، زياده على الاتجار في المساعدات اللي كتوجه لهم، زياده الى هذه الى هذه الى هذه. فانا كنقول بانه المنتظم الدولي خصو يتحرك في هذا الاتجاه لانقاذ المحتجزين. وفعلا كاين احتجاجات، لانهم بعد يعني كما قلنا عن مواقع التواصل الاجتماعي والاحداث، فبدات كتوصل الامور، بدأوا الناس كيعرفوا الحقيقة، وخاصة المقرر بهم في مخيمة تندوف، على أنهم كيقارنوا الوضع ديالهم ديال 46 سنة مع إخوانهم في أقاليمنا الجنوبية اللي كيعيشوا وضع فيه كرامة، وفيه أنهم هما كيدبروا شؤونهم. وشفنا مؤخرا الانتخابات المغربية والمشاركة المكثفة اللي كانت عند إخواننا من أقاليم الجنوبية في التصويت على ممثلين ديالهم في المؤسسات المنتخبة محليا، اقليميا، جهويا، وفي المصير ديال الصح. نعم، هذاك هو المصير ديال الصح فعلا. نعم، على ذكر هذا الشيء سي بنداحة، اليوم كان واحد المقال، حتى ما بقاش هذا المشكل يتكلموا عليه فقط المنطقة المغاربية، او بل انهم حتى الصحف الغربية بدات تتكلم عليه في واحد المقال صحفي اليوم بعنوان الجزائر على فوهات بركان. تكلم على النظام الجزائري والطريق اللي كيسلكوه، قال لك كيتعقل طريقه الى تدمير الجزائر، وانه يختلق المشاكل مع دول الجار، وانه يحاول صرف الانظار على الازمات الداخليه المتكرره وانهيار الاقتصاد. فما بقاتش فقط الصحف المحليه كتكلم عليه، بل اصبح المشكل كتكلم عليه الصحف دوليه. وفي هذا النطاق كان جا واحد التعبير او واحد الكومونتير تاع واحد الاخ محسن، قال لك يكفي ان تهاجر لاوروبا لرؤيه الاخوه الحقيقيين بين المغرب والجزائر، فتحس ديك الاخوه ما بين الشعب المغربي والجزائري. في هذا النطاق بغيتك السي ويل كبير تكلمنا، كنلاحظوا انه هناك عائلات تعيش في المغرب وعائلات تعيش في الجزائر، شنو المآل ديالهم من قطع الحدود بين هذه العائلتين؟ اللي الى جيت للبركان او وجده تلقى عائلات جزائريه تعيش في مدينه بركان ووجده وعلى المناطق الحدوديه ديال الشرقيه، ما تعيشه العائلات او ما تعيشه الجاليه الجزائريه في المغرب ولا الجاليه المغربيه في الجزائر، هو عقاب
جماعي من طرف النظام الحاكم في الجزائر، واللي نحمله المسؤولية الكاملة على غلق الحدود. كثير يقول لك باللي غلق الحدود موجود من الجانبين، لا، المغرب منذ سنة 2005 منذ الخطاب الملكي، وأنا أتذكر جيدا الخطاب الملكي في 2005 وين تم إلغاء التأشيرة التي فرضت في 1994 واللي جاءت عقب أحداث إسني، واللي المغرب آنذاك لم يغلق الحدود، بل الذي قرر غلق الحدود عن في إطار ردة فعل هو النظام الحاكم في الجزائر، وفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة. منذ 2005 المغرب يناشد بشكل رسمي ويطالب بشكل رسمي إعادة فتح الحدود مع الجزائر. النظام ما يفتحش الحدود. كان واحد الوقت العائلات الجزائرية والمغربية كانوا يمروا عبر المسالك الغير شرعية لزيارات ذويها في الأعياد وفي المناسبات، لكن منذ 2015 منذ أن تم قرار بناء أو حفر الخندق أصبح أو الذي المغرب واجهه ببناء جدار من الأسلاك، منذ 2015 لم يعد لتلك العائلات هذه الفرصة أنها تزور أحبابها وذويها على الجانبين في إطار كان يتم غض الطرف من طرف السلطات لا في المغرب ولا في الجزائر، وحرمت تلك العائلات من أن تصل أرحامها. أنا شخصيا وجهت نداء منذ 2018 من أجل فتح معبر بري للراجلين خاص بهذه العائلات، لأن هذا المعبر قد يشكل حل إنساني لهذه الوضعية. وكنت راسلت وزير الخارجية الجزائري، وكنت راسلت وزير الداخلية، لكن لا حياة لمن تنادي. وأنا متأكد أن المسؤولية الكاملة يتحمل هذا النظام، لأنني كنت وجهت سؤال لبعض المسؤولين هنا في المغرب وخصوص، قال لك احنا ليس لنا أي مشكل إذا كان هناك تجاوب من طرف السلطات الجزائرية بالنسبة للحالة الإنسانية. هذا النظام يبغي الأمور غير اللي تساعده. مؤخرا المغرب منذ أيام قام بتسليم 11 مواطن جزائري ومواطن موريتاني في إطار مذكرة توقيف دولية صادرة عن الأنتربول، كان وجهتها الجزائر للأنتربول رغم أن العلاقات مقطوعة، لكن المغرب طبق اتفاقية التعاون القضائي اللي صدرت في 15 مارس 1963، وهي أقدم اتفاقية تسليم اتفاقية قضائية بين الجزائر وبلد أجنبي، امتثل وسلم. النظام يفتح الحدود باش يستلم الناس اللي طالب بهم، لكن ما يفتحش الحدود للعائلات، ما يفتحش الحدود للناس اللي يموتوا ذويها، الناس اللي ما شافوش عائلاتها منذ عشرات السنين. هذا النظام قاطع للأرحام وقاطع للأرزاق، وقاطع للأرحام وقاطع ونظام حاكم وحكام يقطعوا الأرحام والأرزاق يوفقهم ربي؟ أبدا أبدا. المغرب ملكا وحكومة واش حتى شعبا، أنا أعتبر أنهم دمتهم برؤوها منذ سنوات، لكن من يتحمل معاناة العائلات الجزائرية المغربية هو هذا النظام القاطع للأرحام. هذا النظام راه يعاقب حتى في الجالية الجزائرية الموجودة في المغرب، يحرمها باش تزور بلادها اللي موجودة على بعد كيلومترات. هل يعقل أننا في 2021 ورغم كل المشاكل، حتى يعني نقولوا الخلاف، لكن الأمر الإنساني، الأمر في الحروب توجد ممرات إنسانية. هذا النظام الحالة اللي رانا فيها متجاوزة حالة الحرب، يعني بين كوريا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كاين مواعيد زيارات بين العائلات، يعني بين الجولان السوري المحتل وبين السوريين وقرية مدينة القنيطرة السورية يتزاوروا الدروز اللي موجودين على الجانب الإسرائيلي ولا الجانب السوري وإحنا ما نزوروش، يعني الفلسطينيين
اللي يلعبها النظام انه راه يدافع عليهم ويدافع على القضيه الفلسطينيه. الاسرائيليين دايرين لهم معابر باش يتزاوروا عائلاتهم ويزوروا، وحنا لا. من اي طينه هؤلاء الذين يحكمون في الجزائر؟ انا اشك بعض المرات حتى في جيناتهم، لان تعاليم ديننا الاسلامي وثقافتنا حرام، حرام ان تحرم الام من زياره ولدها والبنت من زياره ابيها، حرام حرام باتم معنى الكلمه. يعني يحرموك حتى من انك تشوف دويك ولا تزور المريض. انا اليوم واحد من افراد عائلتي تعرض لجلطه دماغيه. الله يشفيه الله يشفيه. من المفروض ان يعني تكون كاينه فرصه باش الناس تزور وتشوف. ومن هذا المنبر نوجه الدعاء، نطلب من المشاهدين انهم يدعوا له بالشفاء ان شاء الله. امين يا رب العالمين، الله يشفيه ويعافيه. لهذه المعاناه اللي رانا نعانوا منها. ما راهمش عارفينها هاد الحكام، هاد الظالمين، الظلمه هادو. الامر الانساني يتجاوز الخلافات السياسيه، يتجاوز الحسابات الاقتصاديه، يتجاوز يعني العقيده الايديولوجيه. نحن بشر، ومن حقنا، من حق الجزائريين الموجودين في المغرب ان يزوروا بلدهم عبر البر. غلقوا المجال الجوي، قطعوا الخط الجوي بين العاصمة والدار البيضاء وبين وهران والدار البيضاء. من غير المعقول، وانا قلت لكم هذا النظام الحاكم راه في مرحلة يعني غير مسبوقة. في 1976 الى غاية 1988 كانت العلاقات مقطوعة، لكن كان المعبر البري مفتوح للعائلات. كانت الجالية الجزائرية في المغرب تزور الجزائر عبر المعبر البري، زوج بغال ولا يسموه العقيد اللطفي. وكانوا المغاربة اللي موجودون في اللي يقيمون في الجزائر يزوروا المغرب عبر المعبر البري. يعني انت تقطع البر وتقطع البحر وتقطع الجو، وبغيت ربي يوفقك، والله لا توفق، والله عمرك ما غادي تربح. وانا نوجه كلامي الى هؤلاء اللي ربي يسالهم عن الارحام والارزاق. لن يذكركم التاريخ بخير، لن يذكركم التاريخ بخير. والعقاب اللي راح تتعرض له العائلات الجزائريه المغربيه اللي ساكنه خصوصا على اطراف الحدود لا يمكن له الغفران. الناس توفات داويها ما قدروش يزوروا عائلاتهم، الناس ضاعوا في رزاقهم بسبب العائلة لا 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 يعني الحدود المغلوقة. مدينة وجدة، وهنا نوجه كلامي لأبواق النظام المنبطح، أرواحوا شوفوا وجدة، الأملاك نتاع الجزائريين اللي مغلوقين، أرواحوا شوفوا الأملاك التي لا يمسها أحد. أرواحوا زوروا وجدة وشوفوا الأملاك نتاع الجزائريين اللي مساكين أغلبيتهم سمحوا لأنهم ما كانش تواصل. ويجي النظام هذا يقول لك المغرب هو اللي أعرف عشرات الأملاك هنايا نتاع الجزائريين مغلوقين لعشرات السنين. سي محمد راك توافق معايا في هذا الأمر. النظام مسؤول على ضياع الأرزاق، النظام مسؤول على ضياع الأرحام. النظام هذا نسى أنه هناك تداخل ملايين البشر لو في الغرب الجزائري ولا في الشرق المغربي، لكن هذا النظام في إطار سياسته العدائية أراد يقطع النسيج الاجتماعي ما بين المغاربة والجزائر. علاش بصح؟ هذا السؤال اللي داخل في إطار العقيدة نتاعه. يخاف من الارتباط الروحي نتاع السكان اللي في الغرب الجزائري مع المغرب، يخاف من أنه تعاد تلك اللحمة اللي هو ما يقدش يشوفها. هو ما يخصهش يشوف سكان بشار اللي هما من دويمنية أولاد جرير يشوفوا بني عمهم في الرشيدية يتلاقوا معهم. ما يرضاش أن سكان
تندوف اللي هما الجكانيين اللي عندهم العائلات في السماره وفي العيون انهم يتزاوروا، مثل ما قال لي احد سكان مدينه تندوف الجكانيين ونوجه له التحيه، قال لي نحن اكثر تضررا منكم جميعا. قلت له علاش؟ قال لي المسافه طويله 1500 كيلومتر حتى الوهران، عاود تروح للدار البيضاء عاود 1000 كيلومتر، ونحن اكثر تضررا من هذا الوضع. هذا النظام الذي لا يحسبها جيدا، والذي عاد الله وعباد الله، هذا راه عدو الله وعباد الله، لن تقوم له قائمة، لن تقوم له قائمة طالما يقطع الأرحام، يقطع الأرزاق، يتنكر للتاريخ وللجورة، يعني كل الأوصاف القبيحة. حنايا رغم كل هذا نطلب اللهم ربي الهداية، ونطلب لبلادنا ربي يسخر لها الرجال اللي ما يقطعوش الأرحام وما يقطعوش الأرزاق وما يقطعوش الصلة، ويطبقوا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص المعاملة مع الجار. هؤلاء احنا نسأل الله ربي يسخر لبلادنا ناس اللي يفكروا بهذا المنطق، لأنه لا يمكن أن يحتمل هذا الوضع أكثر من، يعني لا، من الصعب جدا أن تتصور حجم المعاناة اللي تعانيها العائلات الجزائرية اللي في المغرب، ولا العائلات المغربية اللي في الجزائر. هذا هو الكلام اللي نقوله فيما يخص العائلات الإنسانية، ونسأل الله، نسأل الله في المستقبل يغير من هذا الوضع إن شاء الله. يا ربي أمين، يا ربي أمين. شكرا. إذا إن شاء الله غادي نخلي الكلمة للسي محمد بن داحة كلمة أخيرة، ومن بعدها نمر لوقت الكلمة أخيرة للسي وليد كبير. ونعتذر الإخوة لأنه وصلوني كثير من الأسئلة والمساجات اللي عبر الهاتف، ولا نعتذر مرة ثانية الإخوة لأنه ما يمكن ليش أنني واحد الكم هائل من الرسائل، وكل اللي بغوا يدوزوا معنا في المباشر أعتذر مرة ثانية. نتمنى من الإخوة سي أستاذ محمد بن داحة ولا الأستاذ وليد كبير يتواصلوا معنا مرة ثانية الحلقة ثانية، لأنه جاء واحد الكم هائل ما كناش ننتظروه. شت الاخر ازيد من تبارك الله 200 وكلام تاع الميساج اللي جاوني اسئله، ما يمكنش انني اعتذر الى غادي نظلم الى درت شي واحد وما درت واحد اخر، فنعتذر. اذا نعطيو كلمه الاخيره يتطرق لاي المحور اللي بغاه السي محمد بن داحة، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للاستاذ وليد كبير. تفضل السي محمد. في كلمه الختاميه عندي جوج نقاط. كنا تكلمنا على دعم الشعب المغربي للشعب الجزائري في الثوره ديالو، وحنا دابا من منصه الكترونيه من بركان لابد ما نذكروا بالمجهود والدعم الكبير اللي دارته بركان للثوره الجزائريه والقبائل ديال بركان وخاصه بني زناس. يا كسي وليد لا نقاش فيها. محمد بن داحة الجد ديالي من الناس اللي كانوا ايضا تقبضوا في الوقت نتاع اللي كانوا يساعدوا الاخوان تاعهم الجزائريين، الله يرحمه ويرحمه. المساله الثانيه هي الكماله، بغيت نجاوب لان كاين هذيك النكته اللي قالت كونغوليلا ديال الجزائري والامريكاني الفرنسي، كنت درتها في واحد الحلقه، واحد المشاهد الكريم قال لي كملنا واش صرا واش صرا من بعد. وهذه رساله بالجواب ديالي اللي غادي نتابعوا، انه فعلا من قالوا هكاك اعمال عين، اعمال عين للجزائري، ومنين مشى باش يعمل العين المغربي ما استطاعش، جميع المحاولات باءت بالفشل، وهذاك الجن رجع للقوطي ديالو واعتزل كاع هذه المسائل، ولكن النظام الجزائري مازال باقي في الشوط ديالو، وكما كنقول لهم انا ما يديو غير البرد. شكرا لكم، شكرا للمشاهدين. شكرا. شكرا سي محمد بن داحة، شكرا، كنت شيقا في حواراتك، تبارك الله عليك سي محمد داحة. قبل ما ندوز للسي وليد كبير، بغيت كما قال السي محسن، قال السي وليد كبير عزيز علينا وانا متتبع في القناة ديالك، الله يوفقك. فنشر لكم الإخوة القناة نتاع السي محمد بن داحة، أنا واحد من الناس اللي متبع السي محمد بن داحة، وأي فيديو كيديرو إلا كنتابعو لأنه تبارك الله فيه معلومات قيمة. إذا ها هو الرابط نتاع القناة
نتاع السي محمد بن داحة، وايضا ندير لكم الرابط نتاع القناه نتاع السي وليد كبير اللي هو كالاتي. نتمنى الاخوان، اعتقد انه الاخوان كاملين كتعرفوهم، ولكن مع ذلك نتمنى انهم كاملين يدخلوا الفيديوهات ديالهم وغادي تلقاو الشيء اللي تقلبوا عليه، حتى فيديوهات ربما السي وليد كبير راه غير هذه واحد شويه قلت له كنت فرجت واحد الفيديو ديالك، كاين فيديوهات اللي ما بغيتش نطرق لهم في هذا المباشر انهم كثار. انا ندعوكم انكم تدخلوا القنوات ديالهم السي محمد بن داحه ولا السي وليد كبير، غادي تلقاو فيديوهات اللي يشرحوا بالتدقيق كاع هذاك الشيء اللي هضرنا عليه والشيء اللي فات واللي ما هضرناش عليه، غتلقاوهم في القنوات ديالهم. نتمنىكم ان تزوروهم باش تكتشفوا اكثر. اذا نخليو كلمه السي وليد كبير. سي محمد بوستا، نشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافه، ونشكر الصفحات اللي قاموا بمشاركه هذا البث المباشر، والمتابعين الافاضل، والناس بركان، ولكل قبائل بني زناسن. قبائل بني زناسن الاثر نتاعهم ماشي في الثوره التحريريه فقط، منذ القرن التاسع عشر وقفوا مع الامير عبد القادر واحتضنوا المقاومه ضد الاستعمار الفرنسي انذاك. يعني ماهيش قضيه غير هذه 60 عام ولا 70 عام، راه عندهم يعني من القرن التاسع عشر. تحيه لاهل بني زناسن الاحرار، وتحيه لكل المغاربه من كل المدن، من وجدة إلى طنجة إلى مراكش إلى العيون إلى الداخلة وإلى غاية الغويرة. ونحيي الأستاذ محمد بن داحة اللي هو صديقي العزيز منذ سنوات، وهو الصديق فقط في الواقع، صديقي العزيز، واللي بكل صراحة نقولها من هذا المنبر، عاش معايا هو يعني دخولي لهذا الميدان وهذا والنضال من أجل الشعبين، هو اللي عاش معايا اللحظات الأولى. نوجه له تحية ونشكره على كل الدعم اللي دعمه خلال هذا المسار وهذا المرحلة اللي وصلت لها هو عنده فيها بصمة، ونشكره جزيل الشكر. تحية لكم، نتمنى إن شاء الله أنت وقيل اللايف تاعك شباب وحلو نعاود نولي تولي إن شاء الله السيوري كبير. سي محمد، سي محمد انا اقترح عليك تستضف مره اخرى وليد كبير وحده، تخصص له حلقه بوحده باش ان شاء الله في المستقبل يكون واحد اللقاء، ومشي غير في اللايف. انا نجيك البركان. مرحبا بك البركان سي وليد كبير. سي محمد بن داحه مرحبا. شوف سي محمد، تعرف انا بركان كي نجي البركان يعني اقل حاجه نديرها واش ندير؟ نمشي مجيت هذيك ستاسيون تاع الكيران ونشرب لو جي دورونج تاع بركان. بركان بالنسبه ليا هي البرتقال، راه الا ما شربتش الجي دورونج تاع بركان ما 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 ومن تما نفوت لزقزل. الى لو موا دو جوان راه كاين المزاح وراه كاين واش نقول لك، طبيعه، منطقة رائعة، وناسها كرمة وطيبين، ونحييهم ألف تحية. وإن شاء الله كما اليوم ترجع المياه إلى مجاريها، ونولوا نشربوا القهوة في بركان، ونتغدوا في تلمسان، ونتعشوا في وهران، ونولوا نباتوا في وجدة إن شاء الله بإذن الله. وإلى الملتقى إن شاء الله، وشكرا للمتابعين الأفاضل. شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم، شكرا الأساتذة الأعزاء. إذا هذا وعد إن شاء الله السي محمد بن داحة يكون معنا في حلقة بوحده، ونتمنى إن شاء الله أيضا السي وليد كبير يكون معنا أيضا في حلقة إن شاء الله. إن شاء الله ونتمكنوا إن شاء الله قال الأسئلة ديالكم اللي ما قديناش نطرحوها اليوم يقدوا إن شاء الله يجاوبوكم عليها. أنا كنشكر وكنحيي الشعب الجزائري الشقيق أولا. تحية خالصة للشعب الجزائري الشقيق، نحن شعب واحد، وكنحييهم هذا المنبر، ونتمنى لهم إن شاء الله الفرج يجي إن شاء الله عما قريب. تحية لجميع تبارك الله الإخوة اللي كيلتحقوا بنا، ما يمكنش كاع الميساج ديالكم زعما، شكرا خالص للإخوة اللي كيتابعونا. تبارك الله القنوات اللي الداعمة للسي مونير قناة أوريون 24، للسي بكاي بركان 49، لمركز الشرق للأبحاث والدراسات والرقمنة، لشركة كومارك يعني، والقنوات الداعمة سي عبد الصمد سي حمزة، يعني
يعني ما يمكنش انني كاع نقولهم هنايا في هذا اللايف هذا. يعني كنشكركم جزيل الشكر انجاح هذه الحلقه الاولى بفضلكم. طبعا سلطنا الضوء على بعض من يعني الاسئله اللي طروج في الشارع اللي الناس كانوا باغيين يسمعوا الاراء نتاع اساتذه مثل الاستاذ سي محمد بن دحه والاستاذ وليد كبير. ايضا كندعوهم وندعوكم مرحبا بكم في مدينه بركان، نهار الجيور عندكم الهاتف ان شاء الله. مرحبا بكم، دار داركم كما كنقولوا حنا السي وليد كبير، دار داركم مرحبا بكم ان شاء الله عندنا. نشكر جميع الاخوه اللي كانوا معنا على المباشر. نتمنى انني ما نسيت حتى شي واحد. مازيم تال شكرا، شكرا السي محسن الاخ العزيز لينا. السي وليد كبير نشكرك جزيل الشكر. انا السي محسن نقدم له تحيه، قال لي روح البركان ما تخمم في والو، الله يكبر بيك الله يحفظك. تحيه للسي محسن الصديق ديالنا والاخ ديالنا، تبارك الله عليك، بارك الله فيك، تبارك الله عليك. فنتمنى انكم تحضروا معنا. اذا صراحه جد فرح اليوم بهذه الحلقه الجميله اللي جمعت بين الاخوه الجزائريين والاخوه المغاربه. كما كنقولوا دائما خاوه خاوه، نتمنى ان شاء الله يزول حكم الكبرانات وتزول الدوله الوهميه نتاع الصنادل والعجاج. تفضل سي محمد. انا غير واحد المساله بغيت ناكد عليها في ختام هذا اللقاء. شوف هذه الاستضافه اللي كنا فيها انا وسي وليد، المشاهد ما يقدرش يقول هذا مغربي هذا جزائري. طبعا هذه رساله، هذه رساله لمن يحتاج الى الرسائل. هذه العلاقه اللي كاينه ما بين المغربي والجزائري. اما الشيء اللي كنشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي، هذاك ذباب الكتروني مسخر من طرف العصابه، ما يثقوش، خصهم يشوفوا الواقع ماشي المواقع. صح صح، وانا متفق معاك، وانا متفق معاك، وانا كلمة متفق جميلة معك. يجب رؤية الواقع. تفضل سي. وانا الكلام الكلام اللي قاله سي محمد هذا هو الحقيقة والواقع. ما كانش حاجة، ما كانش فرق، ما كانش فرق. وانا كنت صرحت كان الجون افريك، مجلة جون افريك كان صدر المقال، كان ما تحسوا بأي فرق، ما في وجدة، ما يكون في المغرب يعني ما كاينش حاجه اللي تفرقك ولا تقول بلي راني، ما كاينش حاجه اسمها الغربه. لما تكون في المغرب فانك لست في غربه، ما راكش في غرب، راك تي شي توا كيما نقولوا حنايا. وهذه حقيقه، وهذه حقيقه اللي ينساها هذا النظام. نسى النظام هذا باللي نهار اللي كانوا يهاجروا الجزائريين هربا من بطش الفرنسيس، كانوا الوجاده ما يديروا لهمش القياطن، كانوا يحلوا ديورهم ويسكنوهم معاهم. بالصح بالصح، عمر كيما قال لك ربي يخلف على الشجره وما يخلفش على قطاعها. هذه هي، ربي يخلف على الشجره وما يخلفش على قطاعها. وهذو قطعوا كل شيء وربي ما يخلفش عليهم، وربي غادي يخلص فيهم. شكرا لكم. شكرا لكم. اذا نختتم حوارنا لهذه الليله بكلمه قالها السي محمد دحه: الفرق ليس في الواقع وانما في المواقع. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم محمد بن بوشا من برنامج أشواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.